متى يكذب السياسية؟ هذا هو العنوان الأول للفقرة الأولى من حلقة اليوم من مصر إلى أين؟ وأيضا ما هو انتشار الكذب في الحياة السياسية المصرية وكذلك مدى التسامح معه؟ سيكون أيضا هناك في حلقة مصر إلى أين لهذا الأسبوع جزء ثاني عن نائب الرئيس القادم وكيف سيتم اختياره وما هي الأطروحات الموجودة بالنسبة لنائب الرئيس في سياق المشهد السياسي المصري. لكن دعونا نبدأ في هذا الجزء من مصر إلى أين بالعنوان الرئيسي، متى يكذب السياسي، على ضوء ما حدث في أزمة أنور البلكيمي النائب السلفي أو النائب عن حزب النور، والذي قام الحزب بفصله بعد واقعة كذبه فيما يخص أنه قام بعملية تجميل، ثم ادعى بعد ذلك أنه تعرض لاعتداءات على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي من قبل بعض الملثمين والبلطجية، إلا أن مدير المستشفى التجميل خرج علينا وكذب كل هذه الواقعة، وفصل أنور البلكيمي عن حزب النور، وقيل يقال كلام أنه سيفصل أيضا من عضوية مجلس الشعب أو تقدم حزب النور ذلك بالفعل. متى يكذب السياسي؟ هذا هو عنوان هذه الحلقة، وهذا هو السؤال الأول الذي سألقيه على ضيفي الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي المعروف ورئيس الجمعية العالمية للطب النفسي السابق والجمعية المصرية للطب النفسي الحالي. أهلا بك معنا دكتور أحمد. أهلا وسهلا. متى يكذب السياسي دكتور أحمد؟ هو مش بس السياسي اللي بيكذب، كثير من الناس بيكذبوا، لأن الكذب أنواع، في كذب طبيعي وفي كذب غير طبيعي وفي كذب مرضي، وكذلك ممكن قوي نقدر نقول إيه الدافع للكذب. يعني مش عاوز أجيب شخصية حضرتك اتكلمت عليه الأستاذ اللي هو كذب، هو المشكلة مش إن هو كذب، لأن السياسة مراوغة وكذب كثير جدا، ولكن هو إن هو بلغ الحكومة وبلغ الإدارة وبلغ، ده هي دي اللي عملت المشكلة، لأن كل السياسيين يعني إلى حد ما ما بيقولوش، أنا تملي أقول أن الفضيلة تواكب العلم وأن السياسة يواكبها يعني إلى حد كبير المراوغة، يعني خليها كلمة المراوغة. اسمح لي، ده طبيعي في عادة السياسي وفي نفسية السياسي أن يكون أميل للمراوغة؟ يعني إذ نحينا كلمة الكذب جانبا، ده طبيعي؟ يعني أنا عاوز أقول لحضرتك، بص، كل البلاوي اللي حصلت في العالم من الحروب كان فيها كذب ولا ما كانش فيها كذب؟ يعني إذا بصيت حضرتك لبوش وبلير لما قالوا ان العراق يمتلك اسلحة للدمار الشامل وهم يعرفون انهم يكذبون، فاذا الكذب ممكن يكون بين الحكومات بينها وبين بعضيها، بمعنى ان هم بيعلنوا عن الاقتصاد، بيعلنوا عن الاسلحة، بيعلنوا عن الجيش، بيعلنوا عن كل شيء بطريقة مش حقيقية. تفسير النفس لده دكتور، ليه صفة الكذب أو المراوغة أيوة كما تقول حضرتك لصيقة بالسياسيين أكثر من غيرهم من فئات المجتمع؟ لأنهم عاوزين يوروا المجتمع أو الشعب حاجة مختلفة، لأن أنت لازم تفرق، هل عدم أو إخفاء الحقيقة ما تقولهاش ده كذب ولا مش كذب؟ دي مشكلة كبيرة من الناحية الأخلاقية، يعني انت عارف حاجة وما بتقولهاش وبتقول حاجة تانية غيرها خالص وبتخدع الناس. السياسة فيها خداع، ولذلك انا اتملي اقول ان السياسي الناجح لازم يكون عنده القدرة على ان هو يراوغ، عشان كده ما تلاقيش في العالم ابدا واحد عالم يتميز بالمصداقية والفضيلة اتعين في منصب سياسي، ولا رئيس دولة ولا رئيس وزارة ولا بيقدرش يشتغل بالشكل ده، لأنه بيعتمد على مصداقية في كل شيء. يعني عشان الكذب زي ما قلت لحضرتك، يعني مثلا هل الأطفال بيكذبوا ولا بيكذبوش؟ تأكيد يعني بيكذبوا. لا بس حاجة غريبة جدا، الطفل ما يكذبش لغاية سن 4.5. بمعنى إيه؟ إنه قبل كده ما يعرفش الفرق بين الخيال والواقع، ما يعرفش الدنيا فيها وحش وكويس، لسه ما تكونتش الهويه على سجيته وعلى فطرته النقيه. لما اول ما يبتدي
يبقى عنده منظومة معرفية انه يعرف الفرق بين ان العالم مش اسرته، ان في حاجات برة، يبتدي يكذب. بيكذب ليه الطفل؟ بيكذب يا اما ان هو عاوز يبين نفسه بطريقة مختلفة، يا انه خايف من العقاب، خايف من العقاب بتاع ابوه وامه اذا كذب او اذا قال حاجة، او انا غشيت في الامتحان. مش هيقول انا غشيت في الامتحان، هيقول انا ما غشيتش خالص في الامتحان. فاذا هنا العملية بتعتمد برضو نمو الكذب بقى، ابوه عمل ايه فيه؟ عقبه ولا قال له انت دمك خفيف وانت لذيذ قوي، ولا الى حد ما غض النظر وما تكلمش خالص؟ هنا بيتكون عدد الكذب. ولكن الكذب الاساس بتاعه ان الانسان حاسس بضعف في الانا بتاعته، الذات بتاعته، ضعف في قدراته، في مقوماته، في كل شيء. اسمح لي، كيف نظر الدكتور احمد عكاشه بعين الطبيب النفسي الى حادثه انور البلكين؟ انت بتركز عليه برضو. لا الحقيقه لان انا عايز اخرج منها الحادثه دي مكرره كتير. انا بصيت ان هو انسان يعني انا طبعا ما فحصتش، يعني هو مش مريض ده انا افحصه حاجه، ولكن الظاهره بتدل انه كان عاوز ان هو يبان للناس بطريقه مختلفه. حسب بقى رضا ان هو الفكر الديني بتاعه يقول لك ان اي تغيير او اي عمليه تجميل او اي شيء ان ده مخالف لما خلقه الله، مخالف لما خلقه الله، ده رايهم في هذه العمليه. فبالتالي وهو متضايق جدا من يعني صوره الوجه، يعني عنده عاوز يغير ومش قادر يغير، وبالتالي الضعف بتاع الذات ان الشكل هو بيعتبره يعني ممثل للجوهر، وده مش صحيح طبعا، يعني شكل الانسان ما يدلش على جوهره اطلاقا. حب يغير ولكن هيقول ايه؟ فاخترع قصة خدع بيها نفسه وخدع بيها الناس انها ممكن تمشي. ده الخطأ اللي حصل فيه، ان هو حاول كده. واي واحد بيكذب بيكذب ليه؟ ما هو بيكذب علشان ان الضمير او الانا الاعلى بتاعته في حالة من الضعف، مش قادرة ابدا تبين اي نوع، مش قادر يسيطر ان هو ضعيف، فعاوز يبان بقوة. يعني واحد بيكذب عشان يبين للناس حاجة مختلفة عن طبيعته. طب اسمح لي، هل نتوقع خلال الفترة القادمة أن يكثر كذب السياسيين؟ لأن الأوضاع صعبة للحقيقة، هذا ما يتحدث عنه البعض، الأوضاع صعبة جدا في مصر، وبالتالي نتوقع أن يكذب بعض السياسيين لكي يجملوا الأمر أو على الأقل ليعطوا أمل في المستقبل. ما هو كلمة الكذب، المواراة، المراوغة، الخداع، يعني المرونة في الوعود، كل دي كذب ولكن بطرق مختلفة. في كذب أبيض وفي كذب أسود. كذب الأبيض إنك أنت بتقصد الخير ما بتضرش حد. الكذب الأسود إنك أنت بتبقى عاوز تنفخ في نفسك بطريقة معينة، عندك نرجسية ذاتية أو حب شديد لذاتك، إنك أنت عاوز تبان بطريقة مختلفة. انت تستغرب قوي، اي واحد فينا عنده ثلاث صور، صورة ذاتية وصورة اجتماعية وصورة مثالية، يعني ايه اللي عاوز يوصله؟ التلاتة دولت مع بعض هي دي الصحة النفسية. معظمنا عايش بالصورة الاجتماعية، يعني عاوز الناس تشوفني ازاي وانا اشوفهم ازاي. الصورة الذاتية هي الصادقة، فاحنا كلنا يعني مثلا تشوف انت واحد تقول له يا سلام انت اعظم مقالة كتبتها، انت اعظم واحد شفته، انت اعظم كذا، وانت بتقول هذا الكلام عشان تتقرب منه وانت ما تقصدهاش. هل ده النفاق كذب ولا مش كذب؟ سموه مجاملات اجتماعية. لسه بنقرا قريب جدا ان بيقول لك ان مثلا في حاجة اسمها التعريض او المواراة، وفي بعض الناس المتدينين بيؤمنوا بيها، انك انت ممكن تقسم مثلا اقسم بالله ما خدتش 5000 جنيه ويقسم، ولكن قال لك بس انت خدت فلوس، قال له لا ما خدتش جنيه، انا خدت 5000 دولار. لا يمكن التعريض يعني في الدين لي مناحي اخرى، اشكال اخرى في الحرب، ويعني وقعت النبي اين انت، فقال من 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 ما يقصد به على العدو وما الى ذلك. في الشيعة التقية انك انت ممكن تقسم بالله وتقسم بكل شيء
وانت مش قصدك لانقاذ ذاتك، اذا كان ما وراكش الا الموت ممكن تعمل. فاذا في نوع من انواع الكذب. لكن اين تضع كذب السياسيين دكتور احمد؟ فانا قلت في كذب ابيض وكذب اسود، انا ضعه في خانه الكذب الاسود عندما يكذب على العامه وعلى الجماهير، عندما يعطيهم امل ليس بالفعل هو موجود، او يعني يظهر لهم صوره ليست حقيقيه. انه ما يكونش سياسي اذا ما كانش يعمل كده. يعني انا ازاي اخلي الشعب ينتخبك الا اذا اديت له وعود؟ هل الوعود دي كلها لبرنامج معين؟ أيوة. على واقع وعندي جدية في تنفيذه ليست كذب تماما. الوعود دي طبعا الوعود لما بتكون كذبة ما بينتخبش ثانيا، ولكن هو ساعات بيبقى عاوز ان هو ينتخب مرة واحدة او اي شيء. ولذلك انا تملي بقول يعني انا زعلان جدا الجماعة اللي هم بيختزلوا الاسلام في السياسة. السياسي المسلم يخطئ ولكن الاسلام لا يخطئ. اذا من اخطر ما يمكن انك انت تقول ان انا همشي السياسة بطريقة إسلامية، تقدرش. إزاي دكتور؟ يعني ده معناها أن يعني ليست هناك أخلاق في السياسة، ده يعني أمر للحقيقة خطير يعني. لا فيها نوع من أنواع لازم أنك أنت يبقى فيها نوع من الخداع. ولا ما تبقاش سياسة، السياسة بيقول لك يعني اللي هي فن، مش بس المراوغة، فن الممكن أيضا. فن الممكن. الممكن ممكن يكون ضد بعض المبادئ اللي موجودة في الإسلام، لأن الإسلام ده بينك وبين ربنا، ولكن السياسة بينك وبين الناس. مختلفين جدا الاثنين. يعني العملية اللي أنا بخشى من هذا الاختزال. يعني هو يعني الإسلام كان من الممكن أن يحرم، يعني حرم الكذب بشكل عام إلا في مواضع معينة، الصلح بين المتخاصمين في الحروب وما إلى ذلك، يعني في الحديث إلى الزوجة، لكن لم يحلله مثلا في السياسة والعمل السياسي. ما كانش الإسلام لما نزل ما كانش نظام سياسي. دي نقطة، دي نقطة بقى الناس بتختلف فيها. هو نزل لتكوين أو وضع اجتماعي، ان العلاقات بين الناس تكون ازاي والعلاقات بين يعني دعني استفيد من خبرة حضرتك في مجالك في مسألة الكذب السياسي. هل السياسيون المصريون اكثر كذبا من نظرائهم في العالم الغربي والعالم الخارجي، ولا حضرتك ما رصدتش ده؟ لا ما رصدناهوش بالمعنى ده، ولكن اي واحد ينجح في السياسة لازم يكون عنده فن. اصل كلمه الكذب، انا بقول لك الكذب كلمه اصلها تخوف جدا. يعني اميال المراوغه ولا لا شك ان في بعض السياسيين في مصر زي اللي بره بالظبط، لكن اللي بره واضحه جدا ان هم بيضحكوا، وانت شفت الحروب اللي حصلت قريب حتى كمان. كذلك الكذب في مساله اسريه، انت لما ما بتقولش عن شيء اما تحجب عن الصدق، هل ده بتعتبره هو نوع من انواع الكذب، نوع من انواع الخداع، نوع من انواع الخيال اللي هو مش موجود؟ ولكن انا بعتبر ان في مجموعه من السياسيين هنا هوت قادرين على المراوغه والسياسه الناجحه اكتر من مجموعه تانية. في كتير جدا مثلا من اللي دخلوا مجلس الشعب ما عندهمش اي نوع من الخبره السياسيه، ما عندهمش كده، ما بيكذبوش يعني. واللي كذب ظهرت امام، بس دي كانت مشروع. الكذب التاني في السياسه بيبقى حاجه تانية خالص، تتعلق باسرار، تتعلق بحاجات لازم يقولها. الكذب في الخارج جريمه عظمى، يمكن في الولايات المتحده حتى في بعض الامثله بيل كلينتون في قضيته المشهوره كان سينحى تماما من منصبه كرئيس للولايات المتحده بسبب راى البعض انه كذبه، بس هو اثبت لهم انه ما كذبش. لكن ايضا هي جريمه عظمى، هي هذا ما يعني احب ان اتطرق. يجب ان يكون هناك تشريع هنا، ان ايضا ان كذب السياسيين بشكل او باخر يعد جريمه عظمى. صح. بس انت هتفسر الكذب ازاي؟ يعني هو قال انا بعمل كده لحمايه الامن القومي مثلا، ما تقدرش تتكذبه. لكن في حاجه شخصيه زي اللي حصلت لكلينتون، هو قال لك انا ما عملتش كذا. هو طلع صح ما عملش، هو عمل حاجات تانية سطحيه. فهو ما كدبش في هذا، وهو ده اللي برأه ان هو ما كدبش. هم كانوا بيقولوا حصل علاقه ولا ما حصلش، فقال لا ما حصلش، فقال لك انت كذاب، فاثبتوا او يعني بالتحقيقات والحاجات دي انه ما فيش. لكن واحد زي نيكسون لما كذب وخدع وعمل الحاجات اللي عملوها اضطر يستقيل ويشتكي. ولكن هنا بقى الكذب بيكون مختلف بين حاجه عامه وحاجه خاصه. اذا كانت حاجه شخصيه كذب فيها للناس دي تنهي حياته خالص، لان الكذب مش بس الناحيه الدينيه.
يعني الناحية الأخلاقية والناحية العلاقة الخاصة اللي بينك وبينك. أنت ما بتقدرش تثق في الكذاب. الكذاب عندك فص في المخ هو اللي بيحدد تقويم وتكامل الصدق في الإنسان. إذا الفص ده حصل له حاجة، يعني إذا خدت أنت مخدر وأثر على الفص الجبهي اللي في المخ ممكن تكذب وممكن تقول حاجات غير معقولة. في أمراض يعني ده مرض يصبح يتحول لمرض عضوي أكثر فيه منه. في مرض عضوي يعني حالة متعمدة للكذب. في في مرض مثلا مرض مثلا الناس اللي هم بيجي لهم ورم أو جلطة أو بيشربوا خمر كتير جدا بيحصل ضمور في مركز في الذاكرة بيسموه مرض كورساكوف، اسم الراجل اللي اخترع الحكاية دي. المرض ده ان هو مش بيكذب، هو عايش في خيال. يعني مثلا هو بينسى، المرض ده بيخليه ينسى فبيملى الجزء اللي هو ناسيه بحاجة من عنده. هو مفطرش مثلا، تيجي تقول له انت افطرت يقول لك امال جبت بيض وجبت فول وجبت سندوتشات. هو مفطرش خالص. هذه الحالة مرض. هو مش ايوه حالة مرضية. يعني في انواع من الكذب مرضي. يعني هل يستطيع الإنسان أن يسيطر على ألا يكذب، يعني ألا يتحول إلى كذب؟ وهنا يعني عندما نتحدث عن حالة السياسيين، يعني السياسي قبل ما يدخل معترك السياسة، هل يستطيع أن يحصن نفسه ضد الكذب أو ضد المراوغة، ولا ده أمر هيبقى صعب؟ ولا يمكن حدث من الناحية النفسية على الأقل؟ لا، يعني هو الواحد لما يكذب بيحتاج لمجهود ذهني ووقت أطول من يقول الصدق. إذا اكتشف إن هو كذب احترام الناس ومصداقيته أمام الناس كلها بتبقى يعني في حالة من حالات يعني الانتهاء تقريبا كسياسي وكرجل جماهيري وفي تفاعل مع الجماهير. ولكن لازم يتضح إن السياسي اللي هو بيحاول يكذب كتير ده بيخبي ضعف جواه. الكذب ضعف، الصدق فضيلة وقوة في نفس الوقت. قوة الصدق، الصادق هو قوي، لكن الكاذب هو بيكذب عشان يفهم الناس حاجة غير الحقيقة، عاوز يديهم فكرة تانية. فإذا الكاذب في موقف ضعيف، إرادته النفس اللوامة عنده ما بيشتغلش كويس، ضعيفة أنا الذات، الهوية الذاتية بتبقى ضعيفة. كلما كان الواحد بيقول الصدق حتى إذا كان في ألم على نفسه وعلى الآخر، تأكد أنه بيحظى باحترام لنفسه. لأن أوحش حاجة الكذب على الذات، أنك تكذب على روحك، أنك تصدق أنك أنت مهم، أنك تصدق أنك أنت عندك قدرات، أنك تصدق كذا، لأنه هو هيبقى غير سعيد. لأن اسمعني دكتور، عايز أسألك عن تجربة شخصية. هل ممكن يعني في يوم من الأيام أتى حضرتك سياسي وقال لك أنا عايز أتعالج من الكذب، أنا بكذب كتير؟ ده حصلت مع حضرتك؟ آه، بس في ده أمراض. في أمراض، يعني في مرض اسمه بسودولوجي فانتاستيك، اللي هو هيبقى الكذب الزائف الخيالي. ده المريض ده هو في مرض تاني اسمه ميثومينيا، جنون الأساطير. يجي يحكي لك حكاية قصة غير موجودة إطلاقا، ويبقى عنده نوع من أنواع الوسواس الكذبي. يعني إذا ما كان الكذب بيديله نشوة، بيديله سعادة، بيديله إحساس بالهوية الذاتية بتاعته، فطبعا بيعمل له مشاكل كبيره. ده عالجته ازاي يا دكتور؟ يعني صح، في لا في علاجات ان احنا بنعمل نحاول ان احنا نوري له قدراته بواسطه علاج نفسي معرفي، ايه القدرات بتاعته، ان هو يعمل تواكب مع تطلعاته. يعني هو بيكذب عشان يوصل لحاجه، بيكذب عشان يخدع الناس ان هو كذا. عشان كده بقول لك ان اوحش حاجه ان واحد رحم الله يبرؤا عرف قدر نفسه. يعني اجبل شيء انك تبقى عارف قدراتك وتقدر يعني تخدم هذه القدرات بس بطريقة. ازاي اوفق ما بين القدرات اللي حضرتك بتتكلم عنها وبين الطموح الذي لا يصل بي للكذب في بعض الاحيان؟ لا، ما هي دي النقطه. يبقى انت ما عندكش القدرات. ما هو الصحه النفسيه تواكب. لازم ان قدراتك تعرف توصلك للنجاح. لكن واحد ما عندوش قدرات، يعني في العهد السابق كان اللي عنده كفاءه واللي عنده ادغام في العمل واللي عنده مصداقيه ما كانش هيوصل. فكان صحته النفسيه مستاء جدا، عنده ياس. لكن الواحد اللي عنده واسطه وعنده معرفه كان ممكن يوصل من غير كفاءه، من غير اي شيء.
هنا دي النقطة. دكتور، لاحظنا بما ان حضرتك ذكرت العهد السابق ان الرئيس مبارك في جلساته كان مصر ان هو ينفي اي اتهام عنه. انا اسف، يعني من الناحية نفسها هل هو يكذب ام انه بالفعل متخيل ان هو لم يفعل اشياء خطأ يعني يحاسب عليها؟ تقييمك لهذا المشهد. في عملية دفاعية لا شعورية اسمها الانكار. الانكار ده بيعمل ايه؟ ان هو طول سنوات مفاهمينه انه محبوب، فاهمينه انه بيعمل كل شيء كويس، وهو قاعد في المنتجع بتاعه بعيد عن بتاع، ما حصلش طول عمره انه قاعد مع اي حد الا بترتب له، يعني ما حصلش تفاعل حميمي مع الشعب. هم هم يعني حواليه بحياه كاذبه يعني. أيوه، من الاساس عايش حياه كاذبه خادعه، اللي حواليه كلهم بيكذبوا عليه وصدق هذا الكلام، ولذلك هو اصيب بذول. الله، الناس دول ما بيحبونيش ازاي؟ ده انا عملت وعملت وعملت. قال له عملت فين؟ انت ما تعرفش ايه اللي حواليك عاملينه ايه؟ فهو في حاله من حالات يعني الانكار، لانه اذا اعترف بذلك انهار. انهار تماما. دكتور، انا عايز اعود عمليه دفاعيه يعني. اعود لقضيه انور البلكيمي مره اخرى لكن من زاويه اخرى، هي زاويه الطبيب الذي خرج على الراي العام وتحدث يعني ان هذا المريض كذب وانه كان يقوم بعمليه تجميل. البعض قال ان هذا المسار او المسلك الذي اتخذه الطبيب كان خطا تماما ويتعارض مع قيم الطب ومع ما يؤمن به الاطباء بشكل او باخر. انت كطبيب كيف ترى الامر؟ هو في فعلا شكاوي في نقابه الاطباء ضد هذا الطبيب بهذا الشأن، انه افشى سر مريض. انت لا تستطيع ان تفشي سر اي مريض الا اذا كان في خطوره على المجتمع، او اذا كان في خطوره عندك طفل وجالك حد وحسيت ان هو هذا الحد ممكن يأذي هذا الطفل، خاصة في الأمراض النفسية يعني. يكون من اللي هو بيعتدي على الأطفال وبعدين يقتلهم أو حاجة بالشكل ده، هنا ممكن تفشي السر. فهل الطبيب كان في الموقف أنه شايف أنه وجود هذا الرجل وأنه هو جند، أنه هو شتم وزارة الداخلية وشتم في الناس كلها وقال أن الناس هجمت عليه، شاف أن ده بيشكل خطورة خاصة أنه هو بيمثل الشعب؟ يعني ما أعرفش رأيه إيه الدكتور اللي عمل كده، لكن انت تقييمك كطبيب لموقفه كطبيب لا يصح ان افشي السر الا اذا كان في خطوره على الاخر او على المجتمع فقط، لكن اذا كان ما فيش خطوره لا يحق لي. طب والخطوره في هذا الحاله كانت حسب بقى مفهومك موجوده حسب مفهومك ولجنه اداب المهنه بقى هتناقش هذا الموضوع. هو لا شك انه لما قال هذا الكلام اعطى صوره واضحه جدا ان هذا خداع، ده مندوب منتخب من الشعب ولكن خدع. فهنا ممكن يقول لك ان انا بعمل حاجه وطنيه، ولكن عندي انا واحده طبيبه نفسيه طبيب اعصاب كان بيعالج رئيسه وزراء او حاجه في ايرلندا، وزيره مهمه جدا، وجالها ورم في المخ، وهذا الورم في المخ اثر على تفكيرها وابتدت تاخذ قرارات مش كويسه، وما قدرش ان هو يقول ان انا عملت جراحه للمخ وشلت ورم من المخ وان في اثار جانبيه وان بتاخد اراء خاطئه، وكان في صراع شديد جدا بحيث ان هو عي نفسه وتعالج نفسيا لانه مش عارف يطلع من هذه الازمه، بتعمل حاجات بتضر البلد ومش قادر يقول ان انا عملت لها عمليه في المخ. انا بوريك الصراع ازاي بيبقى للطبيب، يعني الطبيب موقف يعني مش عارف يعمل ايه الا اذا خد قرار. قرار ساعات بيصيب وساعات بيخطئ، ولكن في شكاوي طبعا. لكن رايته في حاله طبيب انور البلكيمي اصاب ام اخطا من وجهه نظرك؟ اصاب في ايه الدكتور؟ في يعني افشى سر مريضه يعني. اذا كان شايف ان ده كان هيبقى ضرر جدا على البلد ان يكون ممثل لها بهذه الطريقه من الخداع والكذب يبقى محق. اذا كان هو كان شايفها ان هو سمعه المستشفى والحاجات بالشكل ده يبقى مخطئ. دكتور، يعني من واقع تجربك ومن واقع رؤيتك للمجتمع المصري، هل يزيد بالفعل كما يقول البعض الكذب داخل مجتمعنا؟ الكذب جزء من السمات في الأخلاق وبتيجي في شخصيات معينة، مش كل شخصية تقدر تكذب. يعني في شخصية بنسميها الشخصية المستهينة بالمجتمع، اللي هو كاذب ومدمن وحرامي
وبيغش وهو صغير وكذا وكذا وكذا. فالكذب نوع من انواع السمات بتاعته، هو عايش بالكذب يعني. دي شخصية. في شخصية تانية بنسميها شخصية هستيرية نرجسية، ودي بقى بتبقى منتفخة جدا وتحب ان هي كل الناس تمدح فيها، وتحب ان كل الناس ترتبط بيها، وتحب ان هي تبقى محور الارتكاز بتاع كل شيء، ودي بتبالغ. والمبالغة في شيء في حقيقة كذب برضو، ولكن الكذب لما الأخلاق في المجتمع ما تعتمدش على مصداقية وعلى تعاون وعلى أخلاق، خلي بالك الأخلاق بتيجي من المجتمع، هنا المجتمع يبقى عنده سلبية، عنده نفاق، عنده كذب. أيوة. وكلما كان الحكم استبدادي، كلما كان الحكم ما فيهوش حرية الرأي، كلما كان الإنسان ما عندوش كرامة، يكثر الكذب والنفاق، يكثر الكذب ويكثر النفاق. وكان وإذا كان وإذا كان أنا أنا بقول لك بيحاكمه مبارك، بيقول لك قالوا لا أنا مش عاوز أحاكمه على فلوس ولا على أي حاجة، أنا عاوز أحاكمه على تحطيم الأخلاق باستبداده أو باستبداد النظام. لا النظام، النظام أدى إلى انحدار أخلاقي، ما كنتش تقدر توصل إلا بالنفاق، والنفاق كذب. النفاق كذب. فلا شك ان الاخلاقيات اللي موجوده، البقايا اللي موجوده فيها نوع من انواع الكذب. لان قول لي محدش يعني، حتى شوف الاعلام، الاعلام اللي كان بينافق الحكم السابق بعدها ابتدى ينافق الثوار. ينافق الثوار يعني مش عاوز ينقدهم، خايف ينقد اي شيء، كل انسان قابل للخطا. وبعد كده ابتدى ان هو ينافق المجلس العسكري، وبعد كده بينافق الحكومة، دلوقتي بينافق التيار الإسلامي. ايه ده؟ ايه التغيرات دي كلها؟ دي بقايا، دي بقايا الحاجات. فأنا عاوز أقول إن ده كذب. تقصد أن كذب. أن عندما يكون هناك حريات عامة داخل المجتمع، هناك عندما يكون هناك ديمقراطية متاحة للجميع، هذا يقلل من حجم الكذب، يقلل من حجم الانحدار الأخلاقي، عشان يبقى فيه مصداقية، يبقى فيه صدق. لأن أنا حاسس إن أنا إذا أخطأ في حقي أنا هاخد حقي، أنا عندي الحق إن أي حد يهني أو ياخد حقي أعمله، مش زي حصل دلوقتي إن كل واحد بياخد حقه بنفسه. لا، خلال القانون. لما يكون في قانون وانا بحتمي به، ودستور بيديني هذه الكرامه، وهي اي ثوره قالت ايه؟ كرامه المصري. يعني ايه العداله الاجتماعيه؟ ايه الحريه؟ ايه الديمقراطيه؟ هي كرامه، كرامه الانسان، قبول الاخر. دي لسه ما توجدتش عندنا. كل فئه فاكره ان هي صح، كل فئه من الثوار كثيرين جدا فاكرين انه صح، المجلس العسكري فاكر انه صح، الحكومه فاكره انها صح، التيار الاسلامي هو صح، الديمقراطيه قبول الاخر، مش ان كل واحد رايه هو اللي يمشي. محتاجين مزاج نفسي مختلف وحاله نفسيه مختلفه حتى نستطيع قبول الاخر، حتى نستطيع ان نثبت ان يعني ان نشعر اننا لا يعني لسنا دائما الصح او الاصح يعني على الطريق. محتاجين ايه علشان نوصل لده؟ الثقه في الاخر. مفيش واحد بيثق في التاني، كل واحد حاسس بشك. يعني البقايا اللي حصلت من الحكم الاستبدادي لمدة طويلة غيرت أخلاقنا، إن يعني مش عاوز أقولها، إن يعني حتى اتعملت في 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 العهد السابق مجلس التدعيم القرار في مجلس الوزراء، عمل استفتاء ووجد إن 83% من المصريين لا يثقوا في بعض. دي معناها إيه؟ ما بيحبوش بعض، كل واحد عاوز نفسه. ما الذي أوصلهم لذلك؟ تحطيم الأخلاق من عدم الإحساس بالصحة النفسية الجيدة، لأنك أنت إنسان لا تستطيع أن تصل، مالكش أي كيان في المجتمع، مالكش صوت، مالكش كرامة، أنت عبارة عن أشياء موجودة في عزبة، مالكش قيمة خالص. عدم قيمة الفرد وعدم إحساسه بالكبرياء والكرامة والاحترام الذاتي واحترام القانون والآخر ليه، دي بتحطم في الشخصية. شكرك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي المعروف ورئيس الجمعية العالمية للطب النفسي سابقا والجمعية المصرية للطب النفسي حاليا. أشكرك شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. فصل قصير وتكمل معكم زميلتي منى سلمان حلقة اليوم من مصر إلى أين، والحديث على النائب الرئيس. أما أنا فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.